السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عامل لكم طريقة عمل عصورة جميلة جدا وسهلة. حبيت اشارككم الوصفة دي لانها عجبتني جدا وكان طعمها جميل جدا والقوام بتاعها كريمي. هتجربوها هتعجبكم جدا زي انتها في فستق وبندق. شايفين شكلها عامل ازاي؟ القوام بتاعها كريمي، السكر بتاعها مظبوط وكان طعمها جميل جدا. يا رب تجربوها. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ يلا بينا نبدأ. اول حاجة معايا كيلو من اللبن على النار، اللبن مغلي، هنزل عليه بربع كيلو من البليلة، بليلة مبشورة، وبعد كده سبتها في مية لمدة ساعتين، وبعد كده غيرت المية بتاعتها وسلقتها لحد ما استوت، وبعد كده هنزل بيها على اللبن. اللبن يكون مغلي. جميلة جدا وسهلة، يا رب تجربوها على نار متوسطة. هدمجها كويس على النار لحد ما تغلي، وبعد ما تغلي هنزل عليها بأربع معالق كبار من النشا على نص كوباية من اللبن أو المية. هدمجها مع بعض كويس، لازم ندوبها في مية أو في لبن علشان ما تعملش معانا تكتلات. وهنزل بيها على اللبن وهدمجها مع بعض كويس. في الحالة دي مش بنسيب النار، ونكون موطين النار على درجة حرارة متوسطة أو نخليها هادية. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ تقيل معايا. وبعد كده هنزل بكوباية إلا ربع من السكر زي ما احنا شايفين، هتبقى مظبوطة معاكم وجميلة، هتعمل معانا كمية كبيرة هتعجبكم والقوام بتاعها هيبقى جميل. وهدمجها كويس على النار لحد ما السكر يدوب. اتأكد ان السكر يدوب. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي معايا؟ القوام بتاعها تقيل وجميل. اقلبها كويس لحد ما تغلي وتعمل فقاعات زي ما احنا شايفين. النشا اللي انا حطيتها تستوي، نزلت بأربع معالق كبار من النشا. جميلة جدا، تخلي القوام معانا بالقوام ده تقيل وجميل، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وبعد كده هطفي عليها اول ما الاقي القوام تقل معايا وغليت والنشا بتاعتنا استوت. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ جميل جدا ولونه فاتح، هيعمل معايا كميه كبيره بالقوام التقيل والجميل. بعد ما تبرد هتتقل معانا شويه، هي كده يعتبر مش تقيل قوي. هنطفي عليها اول ما نلاقي بالقوام ده، القوام بتاعها هيبقى كريمي وجميل. يا رب تجربوها. عملت معايا كميه كبيره، شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميله جدا، والعصوره شكلها جميل. عملت معايا كميه كبيره من كيلو من اللبن وربع كيلو من البليله، عامل معايا الكميه دي جميله جدا. وبعد ما تبرد هزينها من على الوش، هزينها ببندق وفستق وكاجو. انت ممكن تعملوا بعين الجمل، عين الجمل اللي متوفر عندكم، انا زينته. شايفين شكلها عامل ازاي؟ زي الذهب البندق والفستق زي ما احنا شايفين، تزيين بسيط جدا وشكلها جميل وبيبقى طعمها جميل جدا. يا رب تجربوها تفتح النفس. القوام بتاعها كريمي وجميل، ما تجربوها هتحبوها جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها يفتح النفس بجد. طريقه سهله، ما خدتش معايا وقت خالص، عملت معايا الكميه دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ القوام بتاعها كريمي خالص، هوريكم من جوه عامله ازاي. شايفين القوام من جوه عامل ازاي؟ كريمي خالص وطعمه جميل جدا، مش هتندموا ان انتوا جربتوها. ناجحة جدا وشكلها جميل، حبيت اشارككم الطريقة لانها عجبتني جدا وكان طعمها جميل. يا رب تجربوها. وكده يكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.